مرحبا. امبارح كل العالم نام على خبر انفجار بيروت الكارثي. احنا حزينين جدا على اللي صار، وبنحب نعزي جميع الشعب اللبناني والعربي والعالم على هاي الكارثة. حسيت انه على الاقل خلينا نفهم مع بعض شو الاشياء اللي شفناها بالفيديو، وليش هالقد كان في دمار مع انه الانفجار نفسه ما وصل لاماكن بعيدة. اذا بتنتبهوا على فيديوهات الانفجار اللي شفتوها بتشوفوا زي موجة من الدمار طلعت، مع انه النار الاصلية اللي بالانفجار ما وصلت هاي الاماكن بس برضو دمرتها. هلأ لما ترمي حجر بالمي مثلا رح تنتبه انه صار في تشوه بالوسط اللي هو المي، وعشان هذا الوسط يرجع لحالة الاتزان بصير يفرغ الطاقة الكاملة الموجودة جواته على شكل موجات. نفس الاشي صار بانفجار بيروت. لما يصير انفجار كبير زي هيك بوسط مرن زي الهواء، تنطلق منه طاقة كتير كبيرة على شكل موجة بسرعة هائلة جدا زي الفقاعة حوالين المكان، وهاي الموجة بتعمل تغيير مفاجئ وكبير بالضغط بهاي المنطقة، فبصير في عندك موجة رفيعة جدا من الضغط العالي جدا لدرجة انه اسرع من الصوت. هاي الموجة بتنتشر بالارجاء وبتسبب ضغط كبير على كل اشي بتمر عليه، الاشي اللي بيخلي الاشياء حواليه تنقذف بسرعة كبيرة. الانفجار كمان بيعمل مكانه فاكيوم، يعني فراغ. لما الهواء اللي حوالين الانفجار بالضبط ينفش بسرعة لبرا، بصير بالنص في فراغ مكانه، الاشي اللي بيعمل اختلاف كبير بالضغط بين مكان الانفجار والمكان اللي حواليه، فبصير الهواء وكل اشي تاني حوالين المكان ينسحب بسرعة كبيرة كتير باتجاه مركز الانفجار عشان يعوض انخفاض الضغط اللي صار. لا تنسوا ان الموجة كمان بتمتد بالارض، عشان هيك الناس اللي قراب فكروا انه في زلزال. الانفجار صار بمادة اسمها نيترات الامونيوم، وهي مادة كيميائية بيستخدموها كتير بالسماد الزراعي لانها بتعطي النيتروجين الكافي للنباتات، وبيستخدموها كمان بصناعة المتفجرات زي بالمناجم لانها مادة متفجرة جدا. هلأ خبراء الانفجارات الكيميائية بيقولوا انه انفجار بيروت كان بقوة 3 كيلو طن تي ان تي من المواد المتفجرة، والكيلو طن هو مقياس بيستخدموه لقياس طاقة الانفجارات. قنبلة هيروشيما مثلا كانت بقوة 15 كيلو طن، يعني انفجار بيروت عمل 5 تأثير قنبلة هيروشيما النووية اللي طلعت بال 1945. الموضوع اللي صار كارثة، لكن واحدة من الأشياء الإيجابية إذا بدكم تطلعوا على هيك إشي هو إنه الانفجار صار قريب كتير من البحر، الإشي اللي خلى البحر يمتص جزء كبير من الموجة تبعته، وهذا أكيد خفف الخسائر. لو إنه الانفجار صار بوسط المدينة كان الخسائر أضعاف أضعاف. تعازينا الحارة لجميع أهلنا بلبنان، نتمنى إنكم تطلعوا منها. والواحد شو بدي يحكي، يعني فيش إشي بنقدر نحكي. سلام.